سال صلى الى الشيله جسدنا محمد الله معاش ورا ان شاء الله غتكبري هذا وغادي يديروا واحد المفاجاه سمعتي باش يشوفوها معنا المشاهدين ورا تنقول لكم ما في ما كانش يدوز الحالي اصدقاء الناس ديال الجاليين المغربيين اللي مقيمين في هاد الدول هادو اللي كبانوا لكم بغيت نذكركم بهذيك لابليكاسيو ديال سند ويف الناس اللي كتبغي تصيفط الفلوس للمغرب هاد لابليكاسيو هادي كتخليك تصيفط الفلوس في البلاصه وما كتخلص عليهم حتى ريال زائد الصرف دائما فيها طالع وعندكم كادو ديال هو 10 اورو او 10 باوند او 10 دولار على حساب الدوله اللي فيها الا استعملتي هاد الكود هذا ديال بارك يمكن لك تصيفط غير اورو واحد زائد لك 10 اورو اللي كتزادك وهي 11 اورو يمكن لك تصيفطهم وفي البلاصه كيوصلوا وكيف قلت لكم الصرف ديما طالع بغيتوا كاع المعلومات ديال هاد لابليكاسيو كيف تشي لي شارجيوها دخلوا الرابط اللي كاين في اول كومونتير اولا في ديسكريبسيون وكليكيو عليه راه فيديو فيه كنشرح فيه كل شيء الاصدقاء السلام عليكم خوتي خوتاتي متتبعين ديال عبد الشليل غانين الزوينين كي دايرين كي عاملين اش اخباركم انا وليلى كنشكركم بزاف على داك الشكر اللي كتشكرونا الله يحفظكم الله يعطيكم صحتكم الله يخلي لكم ما عزت عليكم وانا كنرضي عليكم من قلب الخالص كما كنتعاون مع ولدي وكنشكروا لي مرات ولدي انا راضي عليكم دنيا واخره شكرا لكم بزاف 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 راكم ساكن في قلبي الله يحفظكم ليا واش تيويست انت اللي تشيكيتش انت اللي صوي لي انا داد الشوا ما نعرفش عليا الشوا اللي تبي ليا ياك انا وقتي اللي قلتي نديرو لك انا اللي قلتي لي صوي ليا أماما صوبوني تقول لي حتى كثر تقول لك بسم الله ما نخسرش لا اخوتي وما نخسر لا راني فوت تستاهل قسما بالله الله عمر حتى مسكين ايوا بغات اختي الشو بغات مع الطريقه انتم شوفوا ايوا الله يحفظكم ليا والله يكتب صحيحتكم وكي جاك زوين زوين انت فرحانه ايوا تكوني غير فرحانه يا الله يحفظك ليا والله يخليك والله يخليك بنياتك امين وراه ان شاء الله غتكبري هذا وغادي يديروا واحد المفاجاه سمعتي باش يشوفوها معنا المشاهدين هانتوما راه عاد تكتشفي هاد الشوا تاكل وغنفاجئها ان شاء الله وغنحمر خوتي المغاربه وجاعو علاش حنا قادرين غنحمر لها وجهها بمفاجآت حنا غير المغاربة عزيز عندنا المفاجأة ياك هذا مفاجأة وهاك يعطوني الصحة والراحة ونعطي بنتي المفاجأة وتستاهل المفاجأة ايوا خوتي كمان المفاجأة اللي قلت لكم هي هاد البيجامة بيجامة كسوة بحال بحال شريت عليها كادو من عندي شو تبارك الله عجبات She's got one that I really like قالت لك خدات ليها البيجامة اللي كانت عاجبة لويس خداتها لها بلا ما تقولها لها زوينه ما شاء الله وهادو بنياتها هزي لويس هزي تعدتهم الحوايج وباش كثر ليهم عبارك وصافي بحال بحال طرف ليلى وين شي 15 قالت لك هذه غادي تجي قد ليلى ملي دير 15 عام حيت هي قصيره مسكينه حيت قصيره وراه بزاف سكينه ايوا ها المفاجاه الكبرى ديال بنتي ليلى شوف فرحان بنت اميره تعيون اللي تسالت شفتو في ذاك الفيديو كنت خديت لها حويقات ديال الذهب وحتى ليلى خديت لها حويقات ديال الذهب ها هما اخواتي شوف واو والله الاصل يلاه كتشوفوا واحد الشي حرامي اللي كذب يلا كتشوفهم هي قالت لي راه خدات لي هاد الشيء الحوالق بحال ليلى بحال اميره وكيما شافتهاش انا قسما بالله يلا غادي نشوفهم دابا نيت قربي قربي حطيهم هنا يلا قليب زويني راه متان وقويس حين ذهب هادو اوي اللي وانا نشري حاجه نمشي ذهب الله يخلف عليك الله يحفظك امام امير وسكينه تبقى تفكرني بيهم شكرا
Tell everyone that the girls are calling me in yet, so I can say that. I'm going to go to school yet. I'm going to go to school yet. I'm going to go to school yet. غير بغيت نعرف واش تجي بهم اميكا. لا جيبو اميكا مزيانين منك الله يهديك. علاش علاش المال يكون بلاستيك ماشي مشكل. ها هو التوصيل المهم فكره. ها هو زيد 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 قوم مزيان مزيان زيد 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 صافي. ها هو باين. ها هو شفتي ليلى لا هذا شفتي سميت ليلى. Same as the one she got Amira. قالك بحال اللي دارت الأميرة حتى هي. يباريك ليلى. صافي الله يخلف عليك. صحتك الله يحفظك يا ماما. صحتك. لما يلاقي هذا التوصيل ديالها. شوف بحال هذا. شوف هذا. 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 ديما ديما ديما. وخا الشاور وخا لابيسين وخا تنعس تفيق. Not yet, they push. Yeah, they got the special back, so I'm sitting on top. Yeah. Inshallah, I'm in bed. I'm not going to last this lady. Inshallah. 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 خاصة غير ديال هذوك اللي كيكونوا غاليين شوية حاطاهم ليهم. حافظ عليهم. حافظ عليك. حيت أول مرة أول حلقة وما هذه. قالت لك نهار غادا تقبل ودنيها أول طوانة قال لك بولا إن شاء الله وما هذا. نقول لها نهار يعني غاتقبلها إن شاء الله ودنيها غاتجي المغربي وغادي يقول لها تكشيطة وغادي يقول لها تقبل ودني. فهمتي؟ قالت لها نهار يسوي. فهمتي قالت لك نهار غادي دير انا نقول لك طريقتها بالمغربيه نهار غادي دير ايرينغز نهار لا خصني نقول لها بالعربيه انا نهار غادي دير هذا طوانك اول مره حيت ما كتفهمش التكشيطه غادي يلبسوها القفطان صافي غادي يلبسوها القفطان وغادي يديروا الحفله يا انستانا فهمتي يلا زوين ان شاء الله التكشيطه ما كتفهمهاش كتفهم قفطان 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 مغربي ان شاء الله ودير لها القيشه بالحنه ودير لها تقلي الله الله قولي قولي سلام وسلام على رسول الله لا قول قول قولي تويا تو مام يلا يلا قول قول يلا قولي 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 الكافات انا قولي قولي تشو يا هذه ما تعرفش وانا باحه اوه راح جوج ثلاثه سلام صلى الى الشهيد جسيدنا محمد الله معاش الالي تلتي تلتي تزغتي ما خذك انت شوف شوف كنت داون هادشي عاس نقافات كنت جراو علينا انا وياك قالت لك نقافات فاهم نقافات قال لك اف هي اللي تنقول سلام الا شافوكم شافوكم غادي يجريو عليكم اي ستاند يور واي قول لك كيك يو دي ويل كيك يو اوت شي سيد تيل اي ايفن جوت ا جود انف فويس فور ذات والله يحفظنا ما عطاونا على الصق تيل اي ايفن جوت ا جود انف فويس فور ذات قالت لك راه ما عندهاش صوت مزيان اصلا اللقافه ولا جاية تنقفي انت باغا تنقفي انا باغا تنقف وحنا ما عندناش هذا الحق يجريو علينا تيل اي ايفن جوت ا جود انف فويس فور ذات واحد على الصوت طيب I'm too shy, Tala. قالت لك اصلا كتحشم ما تقدرش دير. الله يسلمك. تحية للقفص في مكانه. تحية للقفص. شنايا؟ I'm not that good at it. The woman who came to our engagement party, she sang so loud in my ear, made me deaf. قالت لك في الحفلة ديال الخطبة ديالنا انا وياها السيدة اللي كانت نقفات كانت صدعاتها في ودنيها بزاف كتغوت حدا ودنيها واخا وتخيلوا الاصدقاء هذيك الساعه اول مره لويس غادي تعيش هذاك الدور ديال النقافات عندنا تحياتي اليوم الصراحه ولكن لويس بالنسبه لها اول مره غادي تعيش هذاك الدور وكانت حدا واحد النقافه حدا ودنيها هي جايباها زعما
مخرجها باللبسة وبدأت بدأت كتصلي على النبي زعما وداك الشيء وحدة ودنيها أجي ماما أجي قصيورة راسي قصيورة مسكينة أجي أمي يمك تشدك كادي ديالك بنيتي شي حاجة صغيرة بحال بنتي قالت لك ليلى لا ليلى هذا ديالك ليلى ديالك هادو يا بنتي شوف انت كيف سكينه ديما مره العشاء كديري كل ساعه هذه راه بنتي الله يرضي عليك وكنتي من سودا تجيب لها الحويقه تجيب لها كل شيء راه حنا باركين فيهم راه تينفعونا حنا غنتعلمو نشرفو واليوم نافعين هاد الصغيورين وبغيت نقول لكم اخواتي خوتي تبارك الله عليكم الله يحفظكم ليا واللي بغى شي حاجه الله يقضي عليها ربي في هاد الليله والله يستر عليكم كاملين الله يرحم والديكم وكنرضي عليكم كتشكروني وكدير ليكم الطيات زوينين والله لو كتفرحوني بحال راكم معايا في الدار قسما بالله الله يحفظكم يا خوتي وراح الليل غادي ان شاء الله الليله مع داك مع 10 ديال الصباح ان شاء الله غادي نخرجوا ندم ديالو لويس وبنياته ليلى واميره ودعوا معاهم الله يوصلهم بخير وعلى خير والله يرضي عليه مسكين راه ما قصرش من جهده والله يحفظه الله يخلي لي بنياته والله يخلي ليه لويس الله يرضي عليها بنيتي راه ما سخيتش ليها تمشي اقسم بالله قالتك ماشي مشكل راك جاية عندنا ان شاء الله ان شاء الله والله يحفظكم اخوتي وراكم عزاز وغاني وهنا في القلب الله يحفظكم ليا والله بس خايت ليكم وبغيت نشكر هذا هو الفيديو ديال النهايه ان شاء الله نعاودوه مره اخرى ان شاء الله يا ربي والسلام عليكم والله يبارك الله عليكم